بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في مدرستكم إشتار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة مادة القراءة للصف الثالث الابتدائي منى محمد. أحبتي التلاميذ، درسنا اليوم هو موضوع من مواضيع القراءة مكتبة المدرسة. موضوعنا مكتبة المدرسة، صفحة 75 و76 و77. أحبتي التلاميذ، انتبهوا معي لقراءة هذا الموضوع الذي يتحدث عن مكتبة المدرسة. في يد المعلمة كتاب صغير. تبعوا معي جيدا لقراءة هذا الموضوع. في يد المعلمة كتاب صغير. قال التلاميذ: هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. قالت المعلمة: في الكتاب قصص لطيفة. قال التلاميذ: أين نجد مثل هذا الكتاب؟ قالت المعلمة: هذا الكتاب من مكتبة المدرسة. في المكتبة كتب كثيرة، فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. قال التلاميذ: نريد أن نزور المكتبة ونقرأ القصص والحكايات. نحن نحب المكتبة ونحافظ على كتبها. ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. قالت المعلمة: كل واحد يأخذ كتابا. هذه كتب مفيدة، فيها قصص وحكايات. فيها قصة الحمامة والأولاد، وقصة الغراب الذكي، وقصة الذئب والخروف وغيرها. وحافظوا على نظافة الكتب، اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء، أنتم من أصدقاء المكتبة. إذن يتحدث موضوعنا عن مكتبة المدرسة وماذا يوجد في هذه المكتبة من كتب كثيرة ومتنوعة، فيها جميع القصص والحكايات وأجملها. فكانت هذه المحادثة بين المعلمة والتلاميذ. أحبتي التلاميذ، سوف أعيد لكم قراءة هذا الموضوع. تمعنوا جيدا لقراءته مع ضبط الحركات. فلاحظوا جيدا كيفية نطق الحركات مع الحروف. مكتبة المدرسة، مكتبة بالضم، مكتبة هذا شكل حرف التاء الآخرية يشبه التسعة. مكتبة المدرسة، المدرسة. في يدي، في نتذكرها من حروف الجر، في يدي، في يد مع حركة الكسرة اللي هي من الحركات القصيرة. في يدي المعلمة، المعلمة. في يدي المعلمة كتاب، كتاب. نطقتها كتاب الباء مع تنوين الضم، نطقتها نون ساكنة، لكن هذه النون ليست حقيقية، فقلنا إنها تنطق ولا تكتب، ونعوض بدل عنها الضم، تنوين الضم.
كتاب صغير. هذه كلمة صغير صغير، لكن مع حركة الضم تنوين الضم صغير. في يد المعلمة كتاب صغير. قال التلاميذ، قال التلاميذ، نقاط التحدث. طبعا التلاميذ هي جمع، مجموعة من التلاميذ، كانوا 3 تلاميذ أو أكثر فما فوق، لأن إذا كان تلميذ واحد مفرد نطلق على المفرد تلميذ واحد، نطلق عليه مفرد تلميذ. أما إذا تلميذان فهما مثنى، مثنى. أما تلاميذ جمع فهم 3 أو أكثر من 3. هذا كتاب جميل، هذا كتاب جميل. استخدموا التلاميذ هذا كتاب للمفرد المذكر، هذا اسم إشارة للقريب، للشيء القريب. إذن كتاب المعلمة هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة، فيه صور جميلة. صور أيضا نطقتها مع تنوين الضم، جميلة أيضا مع تنوين الضم. هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. قالت المعلمة، قالت المعلمة مع الضم، قالت المعلمة، نقاط التحدث، المعلمة تتحدث مع التلاميذ. في الكتاب، في الكتاب مع الكسر، في الكتاب قصص، في الكتاب قصص لطيفة، في الكتاب قصص لطيفة. أعيد قراءة هذا المقطع. مكتبة المدرسة، تبعوا معي. في يد المعلمة كتاب صغير. قال التلاميذ، هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. قالت المعلمة، في الكتاب قصص لطيفة. ننتقل إلى المقطع الآخر، تابعوا أيضا معي. قال التلاميذ، قال التلاميذ، نقاط التحدث. أين نجد مثل هذا الكتاب؟ أين نجد، أين نجد مثل هذا الكتاب؟ علامة الاستفهام من علامات الترقيم اللي أخذناها في الدروس السابقة، من علامات الترقيم علامة الاستفهام. علامة الاستفهام دائما نجدها عند وجود أحد أسماء الاستفهام أو أحد أدوات الاستفهام. أين استخدمنا أين؟ هي من أدوات الاستفهام للسؤال عن المكان، عن مكان فد شيء ما. أين نجد مثل هذا الكتاب؟ أين نجد مثل هذا الكتاب؟ قالت المعلمة، قالت المعلمة، نقاط التحدث. هذا الكتاب، هذا الكتاب من مكتبة المدرسة، هذا الكتاب من مكتبة المدرسة. في المكتبة كتب كثيرة، كتب كثيرة. كتب أيضا تدل على الجمع، جمع كتاب، كتاب مفرد أو كتابان مثنى يعني اثنان، مجموعة من الكتب يعني 3 أو أكثر من 3. في المكتبة كتب كثيرة أيضا تدل على الكثرة. فيها قصص، فيها قصص،
وحكايات وحكايات لطيفة، فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة، فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة، صور جميلة. أعيد قراءة هذا المقطع، تابعوا معي. قال التلاميذ: أين نجد مثل هذا الكتاب؟ قالت المعلمة: هذا الكتاب من مكتبة المدرسة، في المكتبة كتب كثيرة، فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. قال التلاميذ، قال التلاميذ، نقاط التحدث: نريد أن نزور، نريد أن نزور المكتبة، نريد أن نزور المكتبة، ونقرأ، نريد أن نزور المكتبة ونقرأ القصص والحكايات، ونقرأ القصص والحكايات. نحن نحب المكتبة. أخذنا أيضا نحن ضمير متكلم، لكن أستخدم الضمير نحن المتكلم للجمع، مجموعة من التلاميذ يقولون نحن نحب المكتبة، مثل ما أنتم تحبون، هم التلاميذ يحبون المكتبة. نحن نحب المكتبة، المكتبة، ونحافظ على كتبها، ونحافظ على كتبها. ذهب التلاميذ، ذهب طبعا فعل، ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة، ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. أعيد، قال التلاميذ: نريد أن نزور المكتبة، ونقرأ القصص والحكايات، نحن نحب المكتبة، ونحافظ على كتبها. ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. كمل. قالت المعلمة، نقاط التحدث: قالت المعلمة: كل واحد بتنوين الكسر، كل واحد يأخذ كتابا، كتابا نطقتها مع تنوين الفتح، كل واحد يأخذ كتابا. هذه كتب مفيدة، فيها قصص وحكايات. أعيد، قالت المعلمة: كل واحد يأخذ كتابا هذه كتب مفيدة فيها قصة الحمامة والأولاد وقصة الغراب الذكي
وقصة الذئب والخروف وقصة الذئب والخروف وغيرها. إذن فيها قصة الحمامة والأولاد وقصة الغراب الذكي وقصة الذئب والخروف وغيرها. نكمل: وحافظوا على نظافة الكتب. وحافظوا على نظافة الكتب. على نظافة الكتب. اجلسوا بنظام. اجلسوا بنظام. وطالعوا بهدوء. أنتم من أصدقاء المكتبة. أنتم من أصدقاء المكتبة. وحافظوا على نظافة الكتب. اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء. أنتم من أصدقاء المكتبة. إذن أحبتي التلاميذ، موضوعنا جدا جميل، وكلماته أيضا كلش سهلة. فالمطلوب من عندكم قراءة الموضوع جيدا وإرسال تسجيل صوتي عبر الفايبر حتى أسمع أصواتكم الحلوة بقراءة هذا الموضوع، وأيضا كتابة الموضوع في دفاترنا مع الحركات. تابعوا معي مرة أخرى لقراءة هذا الموضوع. مكتبة المدرسة. في يد المعلمة كتاب صغير. قال التلاميذ: هذا كتاب جميل فيه صور جميلة. قالت المعلمة: في الكتاب قصص لطيفة. قال التلاميذ: أين نجد مثل هذا الكتاب؟ قالت المعلمة: هذا الكتاب من مكتبة المدرسة. في المكتبة كتب كثيرة فيها قصص وحكايات لطيفة. فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. قال التلاميذ: نريد أن نزور المكتبة ونقرأ القصص والحكايات. نحن نحب المكتبة ونحافظ على كتبها. ذهب التلاميذ إلى المكتبة المدرسة. ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. قالت المعلمة: كل واحد يأخذ كتابا. هذه كتب مفيدة فيها قصص وحكايات. فيها قصة الحمامة والأولاد وقصة الغراب الذكي وقصة الذئب والخروف وغيرها. وحافظوا على نظافة الكتب. اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء. أنتم من أصدقاء المكتبة. إذن أحبتي التلاميذ، بعد أن قرأنا الموضوع ننتقل إلى حل التدريبات اللي هي صفحة 78 و79. نحل سوى التدريبات، إذن تابعوا جيدا. طبعا أول تدريب الأول: أعد الكلمات المحذوفة في الفراغات التالية من الجمل مستعينا بالدرس. من خلال قراءتنا للموضوع نحل هذا التدريب، جدا سهل. هذا كتاب، نتذكر هذا كتاب جميل. أحسنتم. فيه صور جميلة. فيه صور جميلة. قالت المعلمة: في الكتاب قصص لطيفة. في الكتاب قصص لطيفة. نكمل التدريب. هذا الكتاب من مكتبتي. جدا سهل، من مكتبة المدرسة. أحسنتم. قال التلاميذ:
نريد أن فراغ المكتبة. من يتذكر؟ قال التلاميذ نريد أن نعم نزور المكتبة. قالت المعلمة نقاط التحدث كل واحد يأخذ. قالت المعلمة كل واحد يأخذ ماذا يأخذ؟ يأخذ كتابا. كل واحد يأخذ كتابا. هذا بالنسبة للتدريب الأول. التدريب الثاني، انتبهوا وياي حتى نحله. ضع كل كلمة من مما يأتي في الفراغ المناسب لتكملة الجمل الآتية. طبعا هذه الكلمات مثل أو تتذكروها، نحن أخذناها بالدرس السابق في الدروس السابقة وتعلمنا الضمائر. ضمائر المخاطب، يعني من شخص يخاطبنا يقول بدل ما يستخدم اسم أحمد أو فاطمة أو أي اسماء أخرى، يقول مثلا أنت، أنتم، أنتن، أنت، أنتما، لكن يستخدم هذه الضمائر للشخص مثلا المفرد المؤنثة، للبنت المؤنثة مفرد يعني كانت واحدة، مثلا فاطمة أنت، قلت لفاطمة أنت تلميذة جميلة. أنتم أستخدمها للجمع، لجمع المذكر، أنتم تلاميذ مجتهدون. أنتن أستخدمها لجمع المؤنث، أنتن تلميذات مهذبات. أنت أستخدمها للمفرد المذكر، المفرد المذكر مثلا أنت تلميذ نشيط. أنتما أستخدمها للمثنى، للمثنى المذكر والمؤنث. أنتما تلميذان مجتهدان أو أنتما تلميذتان مجتهدتان. فأحبتي التلاميذ مثل ما ذكرت لكم أني أخذنا بالدرس الدروس السابقة قواعد الضمائر وتعلمنا كيف نستخدمها. إذن هذا التدريب نضع في الفراغ أحد هذه الضمائر، أنت، أنتم، أنتن، أنت، أنتما. صديق المكتبة، ماذا نستخدم إذا كان هو مفرد مذكر؟ صديق المكتبة. أحسنتم، استخدمت أنت، انتبهوا بالفتحة، أنت بالفتحة. أما إذا أصدقاء المكتبة، أولاد هم أصدقاء المكتبة، جمع مذكر، أستخدم أنتم أصدقاء المكتبة. إذن إذا عدنا صديقاء المكتبة، صديقاء يعني اثنان مثنى، أستخدم أنتما صديقاء المكتبة. إذا عدنا صديقة المكتبة، صديقة مؤنثة واحدة، أستخدم أنت، أنت صديقة المكتبة. إذا عدنا جمع بنات، جمع مؤنث، صديقات، أنتن صديقات المكتبة. أحسنتم يا أبطال. أحبتي التلاميذ في نفس صفحة 78 يوجد لدينا عبارة خط، خط جميل. اكتب في دفترك بخط واضح 5 مرات، وخير جليس في الزمان كتاب. ما أجمل هذه العبارة، صديقنا الكتاب وخير جليس في الزمان كتاب. أريد تكتبوا لي هذا الخط، هذه العبارة بخط جميل جدا مع الحركات في دفاترنا 5 مرات. أما في صفحة 79، صفحة 79، انتبهوا وياي حتى نحل هذا التدريب. التدريب الثالث، اقرأ ثم اكمل كما في المثال الآتي. طبعا هذا مثال محلول حتى بعدها نحل على نمط هذا المثال، نحل
النقاط اللي بعدها. درس المعلم، درس المعلم التلاميذ، درس المعلم التلاميذ. درست المعلمة التلميذات، درست المعلمة التلميذات. مثل ما لاحظتوا هذا المثال الأول يدل على أن هذه الجملة الأولى دلت على مذكر، درس المعلم التلاميذ، هذه الجملة كلها مذكر. أما درست ضفنا تاء المؤنث المعلمة، أيضا تاء المؤنث التلميذات جمع، وضفنا أيضا تاء المؤنث، فصارت هذه الجملة حولناها من مذكر إلى مؤنث. الجملة الثانية، حفظ التلميذ درسه، أيضا جملة مذكر. من أحول حفظ، حفظت التلميذ، التلميذة، ضفت لها كلها تاء، درسه، درسها، حفظت التلميذة درسها. مثل ما لاحظت الجملة الأولى درس، درس المعلم التلاميذ، درس، درست المعلم، المعلمة، التلميذات، التلاميذ، أصبحت التلميذة. حفظ التلميذ درسه، حفظت التلميذة درسها. نحل هذا التدريب. أولا، رجع العامل من عمله مسرورا. من طيل فراغ رجع، ماذا تصبح إذا أحولها إلى مؤنث؟ تصبح، حسنتم، رجعت، رجعت العاملة، العامل، العاملة من عمله، ماذا تصبح إذا كان، إذا حولتها للمؤنث؟ من عملها، من عملها، مسرورا، مسرورة. لاحظتوا كيف غيرت الجملة؟ رجعت العاملة من عملها مسرورة. رقم 2، فرح الأب بنجاح ولده. فرحة تصبح للأم، فرحت الأب، تحول من مذكر إلى مؤنث الأم. أو كلمات ما يصير أضيف لها تاء، هي الأب، الأم. بنجاح ولده، بنجاح، أيضا الولد ما يصير أضيف له تاء، أحول من مذكر إلى ابنتها. فرحت الأم بنجاح بنتها أو ابنتها، بنتها. ثالثا، حضر التلميذ واجباته، حضر التلميذ واجباته. إذا التلميذة حضرت، التلميذة واجباتها، حضرت التلميذة واجباتها. 4، أنجز أخي عمله، تصبح أنجز، أنجزت، أنجز، أنجزت. أخي، أختي، عمله، تصبح عملها، لأن حولناها إلى مؤنث. أنجزت الأخت، أنجزت أختي عملها. النقطة الخامسة، زرع الفلاح حقله حنطة، زرع الفلاح حقله حنطة. زرع تصبح زرعت، زرعت الفلاح، الفلاحة حقله، تصبح حقلها، زرعت الفلاحة حقلها حنطة. إذن السادسة، الجملة السادسة، قرأ الولد درسه، قرأ تصبح قرأت. أما الولد، البنت، عكس الولد المؤنث، البنت. قرأت البنت، الولد درسه، البنت، أحسنتم، درسها. إذن قرأت البنت درسها. هذا هو، تحولنا الجملة من مذكر إلى مؤنث.
مطلوب من عندكم حبايبي التلاميذ حل هذه التدريبات فقط في الكتاب، تمام؟ إن شاء الله درسنا القادم سيكون حفظ محفوظة الكتاب صفحة 80 حتى نتهيئ إلها ونحفظها نقراها. هذا الدرس القادم، الكتاب محفوظة الكتاب. أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، فيه حديث السمر مزين بالصور، كم قص لي حكاية لطيفة للغاية، فالعلم في السطور يسري إلى الصدور. هذه المحفوظة جدا جميلة وحلوة، حتى تحفظوها بسرعة أكررها لكم حتى درسنا القادم إن شاء الله نتهيئ ونحفظها. الكتاب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، إن غابت الأصحاب إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، محفوظة الكتاب. أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، إن غابت الأصحاب إن غابت الأصحاب فصاحب الكتاب فصاحب الكتاب، فيه حديث السمر فيه حديث السمر مزين بالصور مزين بالصور، فيه حديث السمر مزين بالصور، كم قص لي حكاية كم قص لي حكاية لطيفة للغاية لطيفة للغاية، فالعلم في السطور فالعلم في السطور يسري إلى الصدور يسري إلى الصدور. أعيد، فيه حديث السمر مزين بالصور، كم قص لي حكاية لطيفة للغاية، فالعلم في السطور يسري إلى الصدور. جدا جميلة وسهلة المحفوظة، أعيد أكررها حتى تحفظوها زين. الكتاب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، فيه حديث السمر مزين بالصور، كم قص لي حكاية لطيفة للغاية، فالعلم في السطور يسري إلى الصدور. الكتاب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، أنا فتى ذو أدبي أقرأ خير الكتب، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب، فيه حديث السمر فيه حديث السمر مزين بالصور مزين بالصور، كم قص لي حكاية لطيفة للغاية كم قص لي حكاية لطيفة للغاية، فالعلم في السطور يسري إلى الصدور فالعلم في السطور
يسري إلى الصدور. إذن أحبتي التلاميذ، بعد ما نكمل محفوظة الكتاب التعبير الكتابي صفحة 81 من الحيوانات، الحيوانات الأليفة والمفترسة، أكيد ماخذي هذا الموضوع بدرس العلوم، الحيوانات الأليفة والمفترسة. نتكلم عن الحيوانات الأليفة والمفترسة. رقم 1 البقرة، كلكم تعرفون إنه هذه البقرة والخروف والماعز والجمل من الحيوانات الأليفة. أين تعيش هذه الحيوانات الأليفة؟ تعيش في الحظائر والبيوت والمزارع، تعيش في الحظائر والبيوت والمزارع. نربيها، طبعا نربي هذه الحيوانات لأنها أليفة لا تؤذي لا تؤذي الإنسان، نربيها وأيضا نستفاد منها ونأخذ منها الحليب والصوف واللحم والجلود، هذا ما أخذي بدرس العلوم. ثالثا الحصان والحمار والبغل من الحيوانات الأليفة، هذه حيوانات أليفة نركبها ونحمل عليه ونحمل عليها الأثقال، نركبها ونحمل عليها الأثقال. 4 رابعا الحيوانات المفترسة، هذه حيوانات مفترسة تعيش، هذه الحيوانات المفترسة تعيش في الغابات والوديان، تعيش في الغابات والوديان والبراري، نبتعد عنها لأنها تؤذينا، أكيد هذه الحيوانات مفترسة تؤذي الإنسان فنبتعد عنها. الحيوانات المفترسة تعيش في الغابات والوديان والبراري ونبتعد عنها لأنها تؤذينا. مثل إيش هذه الحيوانات المفترسة؟ مثل الأسد والذئب والنمر والدب والضبع، الأسد والذئب والنمر والدب والضبع. إذن أحبتي التلاميذ انتبهوا معي، بعدما قرأنا عن التعبير الكتابي الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة، انتبهوا حبايبي مثل ما موجود عندكم بالكتاب نقاط غير متسلسلة، مثل ما نعرف ان هذه النقاط تدلينا على تسلسل الجمل بالصورة الصحيحة، بالصورة الصحيحة. منطينا مثل ما تشوفون رقم 1 البقرة، انتبهوا وياي نقرأ سوى هذا التعبير، البقرة والخروف والماعز والجمل من الحيوانات الأليفة تعيش في الحظائر والبيوت والمزارع. أما رقم 4 الحيوانات المفترسة تعيش في الغابات والوديان والبراري، نبتعد عنها لأنها تؤذينا. رقم 2 نربيها ونأخذ منها الحليب والصوف واللحم والجلود. 5 مثل الأسد والذئب والنمر والدب والضبع. 3 الحصان والحمار والبغل من الحيوانات الأليفة، نركبها ونحمل عليها الأثقال. أحبتي مثل ما تلاحظون هذه أرقام غير متسلسلة، المطلوب من عندنا حل هذا التعبير الكتابي، انتبهوا وياي حتى تكتبوا بدفاتركم مثل ما هو موجود أمامكم. بداية أول خطوة سويتها بكتابة هذا التعبير اسم الموضوع دائما وسط الصفحة، هو اسم الموضوع الحيوانات الأليفة والمفترسة، الحيوانات الأليفة والمفترسة. بعدها نضع نقاط فارغة مجال كلمة أو كلمتين، البقرة والخروف والماعز والجمل من الحيوانات الأليفة تعيش في الحظائر والبيوت والمزارع، هذه نقطة رقم
واحد، نقطة رقم واحد. مثل ما لاحظت الرقم انحذف، فقط اكتب الجملة. بعد الجملة نضع فارزة. جملة رقم اثنان لكن تركنا الرقم. نربيها ونأخذ منها الحليب والصوف واللحم والجلود. فارزة حتى نضع أو نتواصل مع الحصان والحمار والبغل من الحيوانات الأليفة، نركبها ونحمل عليها الأثقال. هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة، الحيوانات المفترسة تعيش في الغابات. الحيوانات المفترسة تعيش في الغابات والوديان والبراري. فارزة، نبتعد عنها لأنها تؤذينا. هذه طبعا نفس نقطة رقم أربعة. أما الخامسة، مثل الأسد والذئب والنمر والدب والضبع. مثل ما لاحظتوا حبايبي الحلوين إنه كل الأرقام انحذفت، فقط كتبنا الجمل، عوضنا بدل الرقم فاصلة تفصل بين جملة وأخرى. تمام، إذا رتبنا الأرقام بالصورة الصحيحة مثل ما موجود هنا، كانت أرقام غير متسلسلة، فقط الجمل. هذه الأرقام تدلين على تسلسل الجمل بالصورة الصحيحة. هنا حلينا هذا التعبير، كتبنا اسم الموضوع بوسط الصفحة وتركنا مجال فراغ كلمة أو كلمتين، وبدينا برقم واحد لكن دون ذكر الأرقام. كل الأرقام انحذفت وعوضنا بدل عنها الفاصلة الفارزة اللي هي تفصل بين الجملة وأخرى. تمام أحبتي، نفس الصفحة، صفحة 81، موجود عندنا عبارة جميلة أيضا نكتبها بدفاترنا بخط واضح 5 مرات، واضح وجميل. الجملة هي: أنا أحب جدي، أنا أحب جدي وأحب جدتي، أنا أحب جدي وأحب جدتي وأرعاهما وأرعاهما. هذه العبارة اكتب في دفترك بخط واضح 5 مرات، هذه العبارة نكتبها بدفاترنا 5 مرات. إذا أحبتي، الواجب البيتي كتابة موضوع مكتبة المدرسة، طبعا زائد حفظ إملاء. ما ننسى الموضوع، نحفظه إملاء مكتبة المدرسة صفحة 75 76 77 مرتين في الدفاتر، وحتى تدريبات صفحة 78 79 في الكتاب فقط. نحل التدريبات، ننسى نكتب الخط. تمام، إن شاء الله الدرس القادم نحفظ المحفوظة سوا. إلى هنا أعزائي التلاميذ، انتهى درسنا لهذا اليوم. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.